اهلا بحضراتكم من جديد، وخليني يعني استرجع مع حضراتكم مين ضيوفنا. فريق 20 سنة للسيدات او للانسات في كرة السلة، الفترة او المرحلة الزمنية دي ما كانتش موجودة نهائي، واول مرة تستحدث هذه المرحلة السنية. فكان صعب جدا انت تيجي من صفر لان انت تكسب، ولكن النادي الاهلي دايما بيكون في الميعاد، ودايما بيلتزم بالقرارات، ودايما بيقدر يبني فريق في نقطة. استطاعنا يبني فريق، تولى المسؤوليه كابتن محمد البرنس المدير الفني، واستطاعنا البنات ان يفوزوا ببطوله الجمهوريه الاولى، بطوله المنطقه الاولى في التاريخ، دي اول نسخه ليها. فكان طبعا انجاز مهم، وكانوا لازم يبقوا معانا ونتكلم معاهم عن كل شيء. في البدايه برحب بنجمات الفريق، رغد اسلام اللي منورانا في الاستوديو. اهلا بيك يا رغد. اهلا بحضرتك، نورانا ومبروك. نورك كمان. واكيد كمان بنرحب بايمان احمد، احد نجمات الفريق. اهلا بيك يا ايمان. اهلا بحضرتك. يمكن انتوا كنتوا اسعد الناس لما عرفتوا ان فريق 20 سنه اتعمل، صحيح؟ عرفتوا القرار ده امتى؟ في الصيف اللي فات، صح؟ احنا عرفناه في وقت اللي هو كانت بطوله الجمهوريه خلاص بتنتهي وكده، واللي هو كنا خلاص بقى اللي هو بنودع بعض بقى وكده، خلاص بقى كله بقى فاول ما عرفنا بقى ان في قرار 20 سنه طبعا فرحنا جدا، اللي هو خلاص بقى هنجمع تاني سنتين مع بعض. سنتين. طيب احنا في ال 18 يعني جيلكم اللي هو 2006 2005 كان عامل ايه؟ هل كان بطل برضو ولا كان يعني مش دايما في البطوله؟ كنا ماشيين كويس جدا. ماشيين كويس؟ كنتوا خدتوا المنطقه مثلا؟ خدنا المنطقه، خدنا الجمهوريه. عملتوا ايه؟ الجمهوريه بس ما صعدناش للنهائي. للنهائي؟ بس احنا ادينا كويس يعني في البطوله كلها يعني. طيب ده الكلام ده كان من سنتين تقريبا. طيب انت شايفه السنه دي نقدر نوصل جمهوريه؟ نقدر نعمل؟ اكيد طبعا. لا أكيد. احنا لا، لسه قدامنا كتير. لسه وتقدروا يعني، وتقدروا ان شاء الله. لا احنا باصين لها يعني، هي الجمهوريه هي الاكبر طبعا ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم على البطوله. ابتدت ازاي يا رغد؟ ولعبتوا مين في الاول؟ ومين المباريات اللي كانت في البدايه؟ ووصلنا نهائيات لعبنا مع مين؟ يعني كلميني على البطوله من الاول للاخر. لا هي البطوله كانت احنا بدانا بالدوري التمهيدي، لعبنا فريق المعادي على ما اتذكر يعني، وفريق مدينه نصر. هو كان اجمد فريق في القاهره في الدوري التمهيدي. لا الدوري التمهيدي. الدوري التمهيدي تمام. وبعد كده لعبنا الشمس، واحنا لعبنا كل الفرق يعني. حلو. ده في التمهيدي؟ لا في مدار البطوله يعني. طيب الفاينلز كانوا مين؟ مين الاربع فرق؟ فكرينا بيهم كده تاني يا رب. احنا ووادي دجله والشمس والزهور. الزهور. مين اقوى فرقه كانت؟ كانت الزهور. كانت الزهور. الزهور بصراحه عاملين يعني حتى في الولاد برضو في ال 16 وال 18 لا عاملين طفره كويسه بصراحه نادي الزهور. طيب عملنا ايه في المباريات؟ مشينا ازاي؟ يعني برضو نفكر الساده المشاهدين. احنا مشينا في الفاينلز، احنا مشينا كويس قوي من الاول، بس وقعنا بس في ماتش وادي دجله. تمام. بس يعني ما وقعناش خالص يعني، احنا بعدها كملنا عادي جدا، ويعني كلنا كنا بنشجع بعض ان احنا لا البطوله يعني بتاعتنا يعني. وادي دجله احنا خسرنا. تمام. بس كان عندنا ثلاث مباريات تانية. كان عندنا دوره تانية هنلعبهم تاني. يعني انا معلش، احنا الدوره بطوله القاهره السنه دي معموله دورتين. ماتش يوم ماتش ويوم راحه، يوم ماتش ويوم راحه، دي الدوره الاولى. وزيها الثانيه. الدوره الاولى خسرنا من الايه؟ من وادي دجله. طب الدوره الثانيه كسبنا كله. كسبنا كله. طيب هل في حد عمل زينا يعني؟ يعني يعني هل مثلا في فرقه مثلا عامل زينا ان هي خسرت ماتش واحد ولا احنا؟ هي الزهور كانت خسرانه مننا ماتش واحد في الاول، فاللي كان في اول الدور في النهائي، فاللي كان هيكسب الماتش بتاعنا هو اللي كان هياخد البطوله. يعني ده كان فاينل. ده كان فاينل. بس وادي دجله كان بعت والشمس كان بعت. هم كانوا بيلعبوا على ثالث ورابع. ثالث ورابع. انت الثاني كان الزهور، الثالث مين بقى؟ وادي دجله. الشمس. الشمس. والرابع وادي دجله. سبحان الله. يعني انتوا حتى مباريكم كان من فرقه تعتبر اللي هي الرابع يعني، اضعف واحده في المجموعه. بس ما كانش. طب انت رايك كان ايه السبب؟ يعني ايه ليه كنا قلقانين من ماتش وادي دجله ايمان، ولا ايه السبب من وجهه نظرك؟ يعني انا شايفه ان هو يعني حصل لنا دروب يعني، كان دي اوف، وده عادي يعني. بالظبط. بيحصل لاي فرقه. صحيح. بس الحمد لله احنا قدرنا ان هو نفوق ونجمع بعضنا تاني، وبعد كده اصلا لما لعبناهم تاني كسبناهم 40 بوينت. صحيح. احنا اثبتنا. يعني فهي كانت دروب، ما كانش يعني مش الطبيعي. مش الطبيعي. طب احنا في الجمهوريه مين ممكن ينافسنا ايمان؟ انا شايفه الصراحه يعني يعني فرق اسكندريه. مين في اسكندريه؟ مين بطل اسكندريه؟ سبورتنج ولا مين؟ هو لسه البطوله بتتلعب ما بين سموحه. انتوا بتبقوا عارفين برضو سموحه او سبورتنج، صح؟ ولا اولمبي؟ والاولمبي كمان كويس. مفيش سبورتنج. عشان مفيش سبورتنج. انتوا عندكم يا اما الاولمبي يا اما سموحه. يا اما سموحه. طب الاتحاد ما في فرقه 20 سنه اتحاد؟ فانتوا النهارده برضو يعني فرقه اسكندريه برضو، لانه اكيد هتبقى الدنيا برضو. طيب قولي لي انت يعني افضل ماتش لعبتيه يا ايمان فاكره؟ من الست ماتشات. من سوري ست ماتشات، 3 و3 6 فاكره؟
يعني مش عارفه، انا شايفه ان كان مستواي يعني ثابت الحمد لله كل الماتشات. لا ما كابتن محمد هنساله السؤال ده لما يجي لنا بقى، هو اللي هيقيم بقى، وتقعدوا تتفرجوا وتشوفوا هيقول ايه. بس انت الحمد لله حاسه ان ادائك كان كويس. طيب ايه التوجهات، اللي كان دايما كابتن محمد بيوجهها لي؟ انا هسال برضو رغد نفس السؤال، ايه اللي كان دايما بيقول لي في التايم اوت، ايه اللي كان دايما يقول لك قبل الماتش؟ انت بتلعبي مركز ايه يا امين؟ 3 و4. حلو، يعني مركز مهم جدا ووظايفه معروفه. ايه بقى اللي كان بيطلبه منك كابتن محمد؟ كان مثلا بيقول لي قبل الماتش اللي هو العب لعبي وما توترش براحتي وكده، وكان مثلا كان بيقول لي مثلا على حته بتاعه التايمينج بتاع الكوره، ان انا اتوقع الكوره صح عشان اللي هو اعرف اعمل ستيل او كده. صحيح. وبس، وكان دايما اللي هو بيشجعني، وده يعني حاجه أهم كويسه حاجه يعني اللاعب بيحتاجها يعني من المدرب بتاعه. طب والريباوند اخباره ايه؟ ما هو الثلاثه ده، الثلاثه واربعه ده، لو جاب ريباوند كتير بيفرق مع فرقته. ما هو عشان كده كان بيقول لي على حته التايمينج بتاع الكوره عشان تجيب ريباوند اكتر. طيب ويعني شايفه الدفاع، يعني احنا ما بنتكلم عن اي فرقه بتكسب يبقى في دفاع وهجوم، الدفاع هو الاهم وكل المدربين بيتكلموا في الدفاع. شايفه اكتر ماتش دفاعي انت احنا كفرقه عملنا ايه تفتكري؟ عملنا ماتش دفاع قوي وكان فيه روح جامده بص رغد بتفكر معانا ايه بقى؟ كان اخر ماتش الزور، عشان كانت بطوله. خلص كام بونت؟ لا 15 يعني خدنا فرق كبير. الله اكبر، يعني فرق حتى كان كبير. يبقى خلاص طالما كده يبقى اكيد ده كان احسن ماتش دفاعي، يعني ماتش بطوله. ما توترتوش يعني رغد في الماتش ده؟ ممكن في الاول بس لا يعني خلاص، هو كده كده لازم يبقى في توتر في اول بدايه الماتش، اي رياضي كده. بس يعني مع الماتش يعني كل ما هو مشى فالدنيا لا بقت كويسه جدا. انت في اسكندريه؟ انا شفتي بقى. طيب انت جيتي الاهلي امتى او بتلعبي في الاهلي من امتى؟ السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت جيتي منين؟ من اسكندريه، من نادي طلائع الجيش اسكندريه. طلائع الجيش، كويس جدا، برافو. طيب وانت اصلا مقيمه هنا رغد، يعني قاعده هنا مع حد ولا بتروحي تيجي؟ لا انا بروح اجي، بس انا يعني قاعده هنا لوحدي يعني. بتدرسي يا رغد مش كده؟ بتدرسي ايه بقى؟ ميجور ايه؟ علاج طبيعي. دكتوره على معنى. طب انت ايمان في سنه كام؟ انا سينيور في باك. ما شاء الله، ترمينال اخر، لسه داخله اهو على جامعه اهو. يلا، عايزه تدرسي ايه؟ نفسك تدرسي ايه؟ هندسه ان شاء الله. ربنا معاكي، ربنا معاكي، بس نقدر ليه لا؟ انا عندي كل ضيوفي من الالعاب الاخرى، الناس كتير جدا منهم ونجوم كبار، طب وهندسه وصيدله، عادي جدا جدا. طيب مين مسك الاعلى؟ يعني 3 4 في مصر، مين اللي شايفاها احسن واحده في مصر بتلعب 3 4؟ ممكن ميرال اشرف. ايوه طبعا طبعا طبعا، دي ايقونه 3 4 في مصر، ميرال اشرف. طيب انت مركزك ايه يا رغد؟ انا بلعب واحد. تلعب واحد. مين مسك الاعلى؟ في يعني انا عامه نادين سلعوه. نادين سلعوه. نادين بتلعب واحد واثنين برضه؟ لا بس هي بتلعب بهدوء خالص، يعني ما بيبانش عليها صراحة اي حاجه. خسرانه نفس بالظبط، انا بحب كده، ونفس الروح كسبانه، هي عامله زي باباها يعني زي ما بيقولوا نيوترال كده. طيب انت بتمرنهم الدرجه الاولى؟ حد فيكم بتمرن الدرجه الاولى؟ انا اتمرنت في اول سنه ولعبت معاهم المرتبط. كويس. لعبت كام ماتش تقريبا؟ لعبت بتاع 4 ماتشات تقريبا. 4 ماتشات. طيب وانت صعدت يا امان معاهم؟ برضه في الاول السيزون وكده كنت بتمرن معاهم، بس يعني حصل لي اصابه بعد كده. خير، الف سلامه. كان صباعي. يا ساتر، جزع ولا حاجه تانية غير جزع؟ جزع، بس كان حوار بقى اللي هو كبير بقى. خلي بالك ده بيتعمل عليه اشعه، وفي عظم كتير في المنطقه دي. أيوة. ولازم تعمل اشعه ولازم ياخد وقت. عملت بقى رنين والجو ده بقى قعدت بقى فيها حبه، بس دلوقتي كويسه الحمد لله. الحمد بس هي في ايدك الشمال، يعني هي انت بتلعبي ايدك اليمين صح؟ فالحمد لله برضو الشمال نوعا ما بتبقى سنيده شويه في الباسكت. أيوة. بس اليمين هي الاهم. طيب هنتكلم عن بطوله الجمهوريه، بدانا الاعداد ولا لسه؟ وحاليا احنا في فتره امتحانات يعني، فلسه الاعداد. واخدين اوف كابتن محمد. بيديك اوف. البطوله خلصت امتى؟ يوم الاربعاء. يعني انتوا لسه قدامكم اسبوع 10 ايام راحه امتحانات، وبعد كده باشا تعالى بقى للجمهوريه، وتعالى بقى للشغل التمام. طيب الفرقه عددها كم واحد معاكم؟ انتوا كم واحد؟ 15 16. يعني الحمد لله عدد يعني مش على قد بالظبط. كان عندنا اصابات يا رغد؟ اصابات تقريبا حد يعني. كان مصاب؟ حد انا مصاب؟ ايمان انت كنت مصابه في الاول؟ تمام. لا انا اتصبت بعد كده يعني قبل الفاينل، اتصبت جالي سبرين انكل تاني. يا ساتر يا رب. بس يعني الحمد لله لحقت ان انا ارجع بعد كده يعني. طب رجعت ازاي لحقت؟ قدرت تلحقي ازاي ده السبرين انكل ده يعني؟ ممكن لا بس الحمد لله كان خفيف، وانا كنت اللي هو دايما بشتغل وعايزه ان انا اشارك وبتاع، ف
فكنت قدرت تجيبي نفسك وتعملي ريكفري لنفسك كويس جدا. بس على فكره برضو انا عايز اقول ان الاصابه دي جزء من الرياضه يعني. الواحد كان زمان انا جالي سبين انكل انا اتعورت انا مش عارف ويبقى متضايق، لا ده جزء من الرياضه، حاجه عاديه يعني. لازم تتعامل مع الاصابه زي ما تتعامل انت صحيح، ولازم يبقى عندك فكره ازاي تتعامل مع الاصابه. انت دكتوره طبعا، مش هقول لك بقى نعمل ايه دكتور، طب احنا نجي لك نقول لك نعمل ايه. طيب في التوتال كده يعني انت شايفه انه القرار اللي اتاخد وانتوا يعني دلوقتي القرار ده اتاخد عليه قرار 20 سنه، انت شايفينه قرار صحيح ولا قرار غلط وليه؟ لا صحيح جدا، ده بيدي فرص للعيبة كتير انها تشارك بعد ما طلعت الدرجه الاولى، بيدي فرص للعيبة كتير ان هي تشارك في البطوله تاني، لان الدوري ده بيبقى ممتع يعني. بيبقى امتع اكتر، بيبقى في شد وخبرات اكتر. فشايفه القرار ده صح؟ لا صح. طب انتوا عندكم نفس القرار بتاع الولاد انه ممكن يجي لعيبه من الدرجه الاولى تلعب معاكم؟ عندكم حد لعب معاكم من الدرجه الاولى؟ جايده وتمار. جايده وتمار الاثنين بيلعبوا درجه اولى وشاركوا معاكم. وده برضو يعني زي نفس اللي بيطبق على الولاد هو اللي بيطبق على اللي بيطبق. في منتخب للسن ده ولا ما تعرفوش؟ لا السن بتاعنا لا، مفيش منتخب للسن بتاعنا، تقريبا 3 3 بس. هو في 16 وفي 18، انما 20 في 3 3 بس تقريبا. طب برضو ارجع معاكم فلاش باك شويه كده مع بدايه الموسم، احنا ابتدينا اعداد امتى؟ لا احنا بادئين من بدري يعني، بادئين من بدري، بس كان في دروبس برضو عشان البنات ما كناش كلنا بنكمل يعني في التمارين. بس يعني كلنا لمينا بعض وشجعنا بعض، احنا لازم يعني فريق اتعمل خلاص. احنا لازم كلنا نكون قدها يعني كلنا، علشان احنا عايزين البطوله دي يعني. الحمد لله فتره الاعداد يعني كانت صعبه عليكم امان يعني، انتوا برضو قعدتوا فتره الاعداد فتره محترمه يعني، وكمان كابتن محمد جه متاخر يعني. كابتن محمد البرنس برضو تولى المسؤوليه في مهمه صعبه، هو جه متاخر جدا، يمكن اخر واحد اتشكل في الجهاز. ودي حاجه تحسب له الصراحه، انه راجل جه وراجل اشتغل وراجل عمل في وقت قليل شغل يعني، برضو دي حاجه نقولها شهاده للحق، انه الراجل جه متاخر يعني. جه الوقت كان ضيق، فاكيد ضغطكم، اكيد اداكم حاجات كتير في وقت كانت صعبه الفتره دي. هو الصراحه علشان كمان يعني بالما الفرقه اتجمعت وكده يعني، احنا عشان 20 سنه لسه سنه جديده وكده، ففي ميكس ما بين الاجيال وكده يعني. احنا الفرقه بتاعتنا مش صحيح، مش السن بتاعها بس يعني صحيح. فده كان صعب شويه في التعامل مثلا وكده، علشان اللي هو لسه بقى بنتعود على بعض. وطبعا برضو تاخير كابتن محمد البرنس برضو كان فارق شويه معانا طبعا، بس بعد كده كابتن قدرنا نعوض بالمجهود واشتغل معانا وتعب معانا. مش صعبه تقدر تعوض. طيب انا كل الضيوف اللي بيجوا لي وبالذات قطاع الناشئات والناشئين بنتكلم معاهم عن املهم وطموحاتهم يعني. انا ما فيش حد بيجي لي هنا ما اسالوش هو نفسه في ايه او بيفكر في، احنا كنا في سنكم كن بيبقى لينا امال وطموحات. لما تيجي دلوقتي تقول لي والله انت بعد مثلا كام سنه انت حققت اللي عايزه ولا لا، فاحنا بنسجل وانتوا بتسجلوا لنفسكم انتوا امالكم ايه وطموحاتكم ايه على المستوى الشخصي وعلى مستوى المهني، الكارير بتاعكم كباسكت والكارير كدراسه. نبتدي بايمان، انت بتحلمي بايه ونفسك تحققي ايه؟ انا نفسي ان شاء الله يعني ان انا اكمل في الفيرست تيم بتاع الاهلي، وان انا ادخل مثلا منتخب مصر وكده، وان انا لو قدرت ان انا احترف برضو وكده، وان انا برضو في نفس الوقت ابقى مهندسه بقى زي ما قلت لحضرتك. ان شاء الله تبقي كده واقدر اوفق يعني بين الاثنين وكده. كويس، احلام ابليكابل جدا وطبيعه ويعني قابله للتنفيذ. يعني ستيب باي ستيب كده، لانه يعني ما شاء الله ستيب باي ستيب. المهم تركزي في اللي انت فيه، وبرافو عليكي مهندسه، دي مش صعبه. انا كنت واحد في هندسه وعارف انتوا يعني قد ايه حجم المعاناه اللي هتخش عليها، بس مفيش مشكله خالص، انت تقدري تحققي ده واحنا سجلنا نشوف بقى بعد سنتين ثلاثه بقى اللي هيحصل ايه. رغد طب قولي لي بقى، انا برضه نفسي اكمل في الفريق، نفسي العب في درجه اولى ان شاء الله، وعايزه ان شاء الله يعني اتخرج من الكليه و بتمارسي عندي يعني عايزه امارس المهنه، عايزه اكمل في المهنه. طب ممكن لو سمحت اجي اتعالج عندك بعد كده؟ اكيد طبعا. انت بقى مهندسه هنستعينك بعدين، بس دلوقتي خلينا بقى نضمن حاجه بعدين، ممكن بعد كده اجي لك بقى انا مركز العلاج الطبيعي. نور والله، اجي لك ازورك بس انا مش هبقى مصاب ولا حاجه. لا لا بعد الشر. لا خلي. طب انا عايز اسال سؤال برضو، دور الاسره النهارده بابا وماما وبيجوا معانا، مين اكتر واحد بيتعب معاك يا رغد، بابا ولا ماما؟ الاثنين بصراحه، الاثنين تعبوا معايا جدا في السيزون كله. غريبه اجابه، غريبه شويه. لا أنا كل البنات بيجوا لي بابا. الاثنين لا بابا، البنت حبيب باباها 90% من اجابه البنات بتبقى بابا. لا بس طبعا الاب والام بيتعبوا معاكي في ايه؟ شايفه ايه اللي عملوه اسرتك ليكي عشان يساعدوكي عشان تبقي النهارده موجوده وبنحتفل بيكي وبادائك؟ هم عاملين كل حاجه يعني، هم موفرين لي كل حاجه يعني بجد.
ان انا اللي انا موجوده النهارده ده اصلا هم السبب فيه. تقولي لهم ايه؟ لا يعني مش عارفه، شكرا مش كفايه، او يعني اي حاجه عاملها مش هتبقى كفايه اللي هم عملوه معايا. ليك اخوات؟ عندي اخين بيلعبوا رياضه برضو؟ اخوي الصغير بيلعب باسكت برضو. فين؟ في اسكندريه ولا في اسكندريه؟ فين برضو؟ في طلائع الجيش؟ نادي، لا نادي ترام. كويس، نادي ترام نادي عريق طبعا في في في, في كره السله. طيب واخوك التاني اكبر منك؟ الاكبر مني كان بيلعب بس بطل من بدري، يعني بطل، دخل كليه بقى وكده، دخل هندسه برضو. طيب شفت هندسه يعني هم ناويين برضو ايه يعني ناويين الشقه، انتوا طب وهندسه ربنا معاكم. طيب ايمان نفس الكلام، مين بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ لا هم صراحه هم الاثنين بيتعبوا معايا جامد في كل حاجه حرفيا، يعني هم دايما تلاقيهم في ظهري ومعايا في كل مثلا التمارين، في كل الماتشات دايما اللي هو بيشجعوني وكده، وبيوفروا لي فعلا اي حاجه احتاجها او كده. زي ايه يعني مثلا؟ قولي لي كده ايه اللي بيعمله مثلا بابا وماما. انت مثلا النهارده عندك تمرين، عندك يعني احكي لي يوم كده بابا وماما بيتعبوا معاكي فيه، ايه اللي بيحصل؟ ماما يعني ماما بتبقى اللي هو يعني عارفه بقى ان انا لازم اكل قبل التمرين كويس، فاللي هو بقى تبقى عامله جاهزه لك الاكل بدري وبتاع، وبابا اللي هو مظبط العربيه وبتاع طبعا بيجوا الاثنين معايا وكده، وبيقعدوا بقى اللي هو يتفرجوا على التمرين بقى ويشجعوني وبتاع، وبعد التمرين اللي هو برضو ساعات يعني بيدولي ملاحظات او كده ويعني بيشجعوني. طيب وانت ليكي اخوات ولا أنا اكبر ولا اصغر؟ لا انا اكبر واحده. بيلعبوا باسكت برضو؟ في الاهلي، بس انت بنت الاهلي يعني انت من زمان وانت في النادي يعني من عندي 5 سنين. حلو جدا، طالعه من ناشئات الاهلي وكل حاجه. طيب تقولي لهم ايه؟ تقولي لبابا وماما ايه؟ يعني شكرا فعلا مش كفايه يعني. طب ما هو شكرا مش كفايه، طب احنا عايزين حاجه اكتر. ايه يعني 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 ايه 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 اللي يعني اللي ممكن يعوضهم عن تعبهم معاكي من وجهه نظرك؟ ان هم يعني ان شاء الله بقى يشوفوني ناجحه وكده. برافو عليك، ده صح، هم مش عايزين منك حاجه، هم ولا حتى كلمه شكرا تفرق معاهم، ولكن هم عايزين حاجه واحده بس، عايزين يشوفوكوا ناجحين، وده اكبر مكافاه تقدري تديها لباباكي ومامتك، ان انت تنجحي اكتر، وكل ما تنجحي تبقى عايزه تنجحي اكتر. فطبعا الموضوع ده يعني هو ده اكبر حاجه ممكن تقدميها او شكر تقدميها للاب والام. ودايما احنا بنتكلم في الموضوع ده ليه؟ لان خليه الاب والام او السيل بتاعت الفاميلي هي اساس اي رياضي. كل الرياضيين اللي احنا شايفينهم في العالم كان دعم اهله ليه هو الاساس اللي خلاه رياضي، هم اللي ادوا له الثقه في نفسه، هو اللي ادوا له دعمه. ميسي شفنا مامته، هو ميسي كان عنده مشاكل بدنيه وكان كل ما يروح فرقه يطردوه كانت مامته مؤمنه بيه، حتى العلماء اهله اللي كانوا مؤمنين بيه وقفوا وراه عشان يوصل للبتاع. فدايما الواحد بيستمد ثقته من اهله. طيب هنتكلم عن اخر ستيب وهي بطوله الجمهوريه. بطوله الجمهوريه مهم جدا ان احنا نتمرن، مهم جدا ان احنا نستعد للبطوله بشكل جيد، ولكن في نفس الوقت هيكون عندنا صعب. عندكم استعداد تتحملوا ده؟ عندكم استعداد اكيد تتحملوا التاخير والتعب والمذاكره والسفر ولا لا؟ طبعا اكيد طبعا. لا يعني طب هو كابتن محمد يعني ايه اللي بيميزه في الحته دي؟ هل بيقدر ظروفكم يعني بيقدر الظروف لو حد عنده حاجه؟ هل مثلا شايف ان انتوا مثلا لو حد عنده ظرف ممكن يجي له مخصوص؟ يعني شايفين ازاي دعم المدير الفني مهم برضه؟ هو يعني اي حد بيبقى عنده ظرف، يعني مثلا لو عندنا تمرين وحد عنده ظرف هو الكابتن حتى بيجي يقول لنا ده عنده ظرف اساله عليه، ده عنده كذا اساله عليه. ف يعني لا هو وحتى الكابتن هو برضه يعني بيبقى عايزنا احنا نتكلم معاه، يعني لو عندنا مشكله او اي حاجه عايزنا نتكلم معاه. يعني دي حاجه تفرق عن بقيه الكباتن، لان فاتح تواصل بينكم من بعض. بالظبط، مش الحاجه بيقولها وتتنفس. بالظبط، فاتح يعني اتصال بينكم، كوميونيكيشن كويس بينكم من بعض. دي حاجه كويسه يعني. طب وانت ايمان رايك ايه؟ ايوه فعلا هو في تعامل ما بيننا فريندلي وكده، واهم حاجه طبعا الكوميونيكيشن ما بيننا. فكابتن محمد مرتاحين في الموضوع ده مع كابتن محمد؟ بيدينا السبورت فعلا وكده، واي حد عنده ظروف او اي لعيبه ظروف هو بيقدر ده. شايفه ده اساس النجاح الروح يعني؟ طبعا الروح ده ليه؟ علشان هي الروح هي اللي بتخلينا عايزين نكسب وعايزين اللي هو نحقق النجاح اكبر ونكمل وكده. طب مين يلعب مين ما يلعبش تفرق؟ لا طبعا احنا كلنا فرقه واحده، يعني في الاول وفي الاخر الباسكت لعبه جماعيه، فلازم لا كلنا نبقى روح واحده وايد واحده عشان نكسب. ما فيش فرقه بتكسب لو متفرقه يعني. طب كابتن محمد قال لكم ايه في موضوع الروح ده؟ وازاي قال لكم خلي بالكم وازاي تشجعوا بعض؟ يعني كابتن محمد يشتغل على الموضوع الروحي، قولوا لي يعني الكواليس دي. يعني هو هيبقى معايا ضيفي بس برضه مهم نسمع راي اللاعبات، ازاي هو كان بيهتم بحته الروح؟ كان بيقول لكم ايه؟
يعني دايما مثلا قبل كل ماتش كان اللي هو بيقعد يكلم اللعيبه شويه واللي هو يديهم السبورت وكده، وحتى في الماتش نفسه كان مثلا الناس اللي هي قاعده بره او كده بيقول لهم لا شجعوا زمايلكم وكده، فلا فهو طب وراجل نفس الكلام كده، نفس كلام ايمان يعني. وكمان يعني بعد الماتش يعني هو بيقول لنا ان انا ان هو بيشكر اللعيبه اللي كانت قاعده بره اكتر من اللعيبه اللي كانت بتلعب. طب ده تفتكري ليه؟ يعني هم بصراحه هم يعني تعبانين برضو، يعني هم اكيد هم متضايقين ان هم مش بيلعبوا طبعا، بس في نفس الوقت مشكورين ان هم بيشجعوا الفريق، عندهم روح، واحنا فريق يعني احنا ايد واحده كلنا يعني، وطبعا هدفنا واحد يعني، مفيش دور اقل من دور يعني، بالظبط كلنا مهمين في الفريق، وان المدير الفني شايفهم، شايف دورهم وشايف قد ايه هم لو خدوا الفرصه. بالظبط يعني اللي قصدي اقوله ان هو في الاول والاخر احنا فرقه واحده. صحيح ولا لا؟ صح. طيب يعني انتوا في الملعب يعني او في المعسكرات مين اقرب واحده ليكي في الفرقه رغد؟ في الفرقه هناء. هناء بتقعدوا مع بعض في الاوضه وكل حاجه؟ لا احنا ما عسكرناش يعني لحد دلوقتي. لسه بس انتوا بيبقى في ثنائيات كده. لا يعني انت مع مين اقرب واحده ليكي؟ السيزون اللي فات كنت بعسكر مع كايدو. تمام. والسنه دي قبل كده عسكروا مع بعض انا وياه. انتوا الاثنين على الهوا مع بعض ومعسكرين مع بعض. ان شاء الله ربنا يوفقكم، تعملوا موسم كويس، ونشوفكم لاعبات منتخب مصر والفريق الاول. بشكرك شكرا جزيلا رغد اسلام، نورتيني وشرفتيني، والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. ايمان احمد بشكرك، نورتيني وشرفتيني، وان شاء الله تحققي كل اللي نفسك فيه ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ومكملين معاكم، هيكون معانا بعد الفاصل كابتن محمد البرنس المدير الفني لفريق 20 سنه ناشئات لكره السله، وكمان هيكون معانا جيده خالد احد نجمات الفريق ولعبت كمان الدرجه الاولى بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وخليني اذكر حضراتكم بضيوفي النهارده. فريق الناشئات لكره السله او الشابات لكره السله 20 سنه تم استحداث هذا او هذه الفئه العمريه، واول بطولات اتعملت ليهم ما كانش فيه 20 سنه زمان. النادي الاهلي بنى فرقه، تولى المسؤوليه كابتن محمد البرنس المدير الفني، استطاع الحمد لله في وقت ضيق جدا انه يجمع الفريق ويفوز ببطوله القاهره كاول بطوله في التاريخ لهذا السن. وفي البدايه برحب طبعا بكابتن محمد البرنس المدير الفني. اهلا بيك كابتن محمد. انا صباح الخير، نورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكرا والله، ربنا يخليك. شرف لي ان انا موجود في قناه النادي الاهلي ومع حضرتك. الشرف لينا، وان شاء الله موفق، وهنتكلم مع حضرتك في التفاصيل توليك المسؤوليه. بنرحب اكيد كمان بجيده خالد نجمه الفريق ولاعيبه الدرجه الاولى وللعبك كمان مع هذا الفريق، وكان ليها اضافه قويه. جيده منورانا. مرحبا حضرتك. شكرا. يعني بقى لنا فتره بنتكلم عنك في الاستوديوهات التحليليه وبنتكلم عنك في الماتشات، بس اول مره تنورينا في الاستوديو. مبروك. الله يبارك حضرتك، وان شاء الله مزيد من التوفيق ان شاء الله. كابتن محمد اجي لحضرتك، يمكن الفتره دي تم استحداثها، يمكن انت ظلمت شويه في التوقيت، جيت بدري، جيت شوري متاخر والوقت مضغوط. كلمني ازاي النادي الاهلي اتكلم معاك، توليت المسؤوليه امتى، يعني كلمني ازاي بدات رحلتك مع الفريق. في البدايه طبعا انا يعني بشكر حضرتك على الاستضافه دي طبعا في قناه النادي الاهلي، يعني شرف لاي حد ان هو يبقى متواجد مع حضرتك وفي قناه النادي الاهلي. منورنا يا كابتن، ربنا يخليك. طبعا الاتصالات طبعا من خلال كابتن مودي الجرحي هو اللي تواصل معايا، وبعد ما السي في الحمد لله انا الاعجاب يعني الاداره. طبعا الوقت زي ما حضرتك قلت كده كان ضيق جدا، لاني هو كانت الفرقه بتتمرن لوحدها، مع طبعا بشكر كل الكوتشز اللي مرنوهم قبل ما ناجي يعني. وبعد كده الحمد لله يعني كابتن خالد العوضي الحمد لله اتكلم مع كابتن مودي، وكابتن مودي كلمني، والحمد لله توليت المسؤوليه في بالظبط يعني في 20/9. انا نزلت الملعب 20/9. متاخر جدا مش كده انا بقول. طيب حضرتك كنت فين قبل ما تيجي نادي الاهلي؟ مرنت مين؟ اشتغلت مع مين؟ يعني برضو عرفنا اكتر بتاريخك في الاعمار دي، خاصه لك خبره كبيره في الاعمار السنيه. الحمد لله. بص حضرتك، انا طبعا اشتغلت مع فرق كتيره جدا وانديه كتيره جدا، اخرهم نادي هليوبلس، مع طبعا مش بقول عليه كان الهيد كوتش بتاعي، كنت بقول عليه طول الوقت ان هو اخويا الكبير، ان هو فتح لي فرص مجال كتير جدا في الباسكت يعني، كابتن ايهاب الالفي. قعدنا في هليوبلس 3.5 سنين مع بعض. انا كنت المدرب العام لفريق هليوبلس درجه اولى سيدات، فالمرحله السنيه بتاعت قطاع الناشئين دي كانت بعيده شويه، بس طبعا علشان كان برضو بيتصعد في لعيبه موجوده معانا وكده، فكنت قريب منهم جدا. فالحمد لله يعني دي اخر مرحله، بلس بقى ان انا الحمد لله كنت المدرب العام لفريق سلاك
مع كوتش زيلكو في البي ال لو حضرتك طبعا متابع سيزون 2 الحمد لله، والحمد لله بقى بشتغل مع الستاف بتاع الام بي، الحمد لله بشتغل مع الستاف بتاع البي ال، فلا الحمد لله يعني خبرك كويسه الحمد لله طبعا يعني استفدنا طبعًا منك في النادي الاهلي بشكل كبير. ربنا يخليك والله، لا ده شرف ليا طبعا. مبروك على البطوله، وهنتكلم بقى عن البطوله اكتر، بس برضه اروح لجايده. جايده يمكن انت عندك ميزه شويه، بتلعبي الدرجه الاولى، بتلعبي باساسي الحمد لله، يعني بتاخدي وقتك كويس، وكمان يعني تم استدعائك مع فريق 20 سنه بعد التنسيق مع كابتن طارق خالد تتلعبي معاه. شايفه قرار 20 سنه ده قرار صائب، قرار كويس، استفدت انت منه على المستوى الشخصي؟ الصراحه حسيت يعني ان احنا كنا محتاجين ان هو يعملوا 20 سنه من بدري شويه، بس كويس ان هم اخدوا الستاب دي يعني. وعامه يعني درجه اولى احتكاك واساسي وكل حاجه، بس برده مش بنبقى بنفس قوه الناس الكبيره. صحيح. عشان لسه احنا برده خبراتنا وكده، فان احنا نلعب ماتشات ونبقى في كريتيكال تايم وفاينلز وكده اكيد هتديني يعني خبره اكبر ان انا اساعد كمان الدرجه الاولى. فحاسه ان هي حاجه كويسه الصراحه، خلتني احتك اكتر وابقى في بريشر دايما ان انا ازاي اكسب فرقه، ازاي اكسب. صحيح كده هيساعد صحيح طبعا. طيب جايدة، انت السنه اللي فاتت تعرضتي لاصابه او اللي قبليها بعد الشر يا رب عليكي، وكانت من سنتين صح، وكانت برضو يعني دروب في وقت انت كنت ما شاء الله في قمه تهوجك توجهك او يعني تالقك، خلينا نتكلم يعني اكتر دقه، وبس الحمد لله قدرتي تقفي على رجلك وتتعالجي تاني وترجعي تاني لفريقك تاني من الدرجه الاولى. كلميني ازاي قدرتي تتعدي الخطوه دي او المرحله دي، مرحله الاصابه؟ انا اولا جالي الصليبي كان قبل كاس العالم بثلاث ايام، كنت مسافره بس يعني هو قضاء يعني هو ربنا خلاص يعني طبعا الحمد لله طبعا. فاحنا كل عامه الاصابه دي علمتني حاجات ايه بقى؟ علمتك ايه؟ ادتني قوة ازاي الواحد لما يقع يرجع تاني، وهي اصابة مش يعني مش بسيطة. صحيح. بس كده اخدت ستيب باي ستيب بقى، خلاص عمليتي، تأهيلي، رجوعي للملعب واحدة واحدة، دخولي مع الفيرست تيم. كان حتى الفيرست تيم ليهم دور قوي جدا، الكوتش واللعيبة نفسيا، حتى يعني كان بيسبورت انت خلاص انت دلوقتي واحده مش مصابه، انت كويسه، انت هتحتكي، انت هتتدربي وهتومي وتقعي. وكابتن طارق دايما كان بيتكلم برده معايا اول ما بدات السيزون ده، اول ما مضيت يعني، ان خلاص حاجه وحصلت واحنا هنبتدي بقى من اول وجديد، وهنشوف انت هتعملي ايه وكده، وخلاص يعني هتتعاملي، لان هي الاصابات محدش استفدت كتير. اصابات كده يعني كده محدش بيلعب رياضه من غير الاصابه طبعا، ده جزء من الاصابه. كنا لسه بنقول في الفقره الاولى ان الاصابه دي جزء من الرياضه. طب جايده، يعني اكيد برضو يعني استفدتي حاجه من كل مدرب اتمرن معاكي على مستوى الناشئين، استفدتي حاجه في الدرجه الاولى، شايفه ايه اللي يميز النادي الاهلي غير اي نادي تاني؟ يعني اتمرنتي مع مدربين كتير النهارده والدوري التحكمي صح، شايفه ايه اللي يميز النادي الاهلي في الباسكت بول؟ حاسه الروح اللي بتبقى في النادي، وان انت تبقى واخد بالك انت بتلعب باسم النادي الاهلي ولابس التيشيرت الحمراء، فهو اجواء تانية بعيد عن الباسكت، اجواء تانية ان احنا نلعب تيشيرت النادي الاهلي بتديك حافز ان انت تكسب اي بطوله، وتبقى داخل انت عايز تاخد البطوله دي عشان تبقى البطوله دي للنادي الاهلي في الاخر وفي الاول. برافو، ردك حلو. يعني اللاعبات عارفه قيمه النادي الاهلي وحاسين بالفرق وبيتكلموا مع اللاعبات الثانيه، بس يا كابتن خليني اقول برضو نفس السؤال يعني، بس اوجهه بقى من وجهه نظر كوتش. تمام. النهارده ايه اللي انت شفته يختلف في النادي الاهلي، او ايه اللي يساعدك جوه النادي الاهلي على النجاح؟ انت اكيد سمعت الكلام ده كتير وانت بره النادي الاهلي، النهارده بقيت جزء من عيله النادي الاهلي كلها. شايف ايه اللي يميز النادي الاهلي يساعدك على النجاح؟ السيستم الصراحه، يعني الناس منظمه يعني فوق ما حضرتك تتخيل، هو كل واحد واخد التاسك بتاعته وبيحاول على قد ما يقدر يطلع اقصى حاجه عنده، بلس بقى ان هو لو لا قدر الله في وقت من الاوقات في دروب حصل او حاجه، الناس بتعمل له سبورت فظيع في نفس الاريا بتاعته، بس كل واحد واخد تاسك، الناس كلها مقدره جدا المكان اللي بتشتغل فيه، ودي حاجه مش صدقني مش كلام والله، الحاجه دي حقيقيه وفعليه، الناس مقدره جدا ان هم جوه النادي الاهلي حاسين بالنعمه دي وحاسين قد ايه ان هم محتاجين ينجحوا. طب خلي بالك انت كان عندك مهمه صعبه، انت عارف النادي الاهلي ما بيبقاش مركز تاني بالظبط، وانت توليت المسؤوليه في شهر 9 بالظبط. طيب الموضوع ده يعني برضو ريسك عالي،
انت يعني وافقت عليه من باب تجرب ولا من باب ان انت بتحب الريسك دايما؟ لا خالص، من باب طبعا رقم واحد ان انا ادخل النادي الاهلي، رقم اتنين كنت يعني ثقه في ربنا طبعا فظيعه ان الناس دي هتقدر وتبذل قصارى جهدها ان هي تاخد البطوله. وده اللي اتكلمنا فيه من اول، انا عملت ميتنج قبل ما انزل الملعب، يعني انا عملت ميتنج قبل ما انزل الملعب، يا جماعه احنا لازم نشوف عندنا ايه الفتره اللي جايه ونبتدي نمشي ستيب باي ستيب. انا ما بروحش اقول احنا هناخد البطوله ده موضوع وان احنا نوصل اصلا بالظبط كده بالظبط كده. وهو ده الحمد لله ربنا كرمنا وعملناه. يمكن حصل لنا دروب في الاول، خسرنا من فرق، مع احترامي طبعا لكل الاسامي طبعا بتاعت الانديه اللي احنا لعبناها، بس خد رابع وانت النهارده خسرت منه مباراه، بدليل انت الماتش التاني كسبت 40 بوند بالظبط. كل الاحترام لوادي دجله طبعا طبعا، بنتكلم على باسكت بول بالظبط. فالدروب ده اتضايقت انت بعد ماتش وادي دجله ده ولا طبعا، لان في الاول وفي الاخر برضه حضرتك تاني هترجع لتحت مسمى النادي الاهلي، فعش تخسر، مع احترامي والله الكامل لكل الانديه، بس خلاص. وحضرتك انا ان شاء الله يعني انا اصلا يعني اسنده ليا المهمه دي، وده شرف ليا، بس انا وافقت ليه؟ لاني انا بشتغل في منظومه متكامله، بس بلس ان الحمد لله البنات كلهم عارفين برضو طبعا قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه، فلا خلاص الحمد لله احنا فضلنا ماشيين مع بعض زي ما بقول حضرتك ستيب باي ستيب لغايه ما ربنا كرمنا وخدنا البطوله. طب كابتن انت كان عندك شقين مهمين جدا، وهو الشق الفني طبعا في بناء الفريق، والشق المعنوي والروح، والمعنوي بقى يشمل كل شيء، روح اللاعبات مع بعض، رغبه المكسب. فالمحورين دول اشتغلت عليهم ازاي؟ يعني فني انت بصيت ايه اللي يميزك؟ اشتغلت عليه ازاي؟ يعني انت ايه شفت ايه اللي يميز فرقتك النهارده؟ طبعا. اشتغلت عليه؟ وايه كانت نقاط الضعف؟ وبرضه اشتغلت عليه، وفي نفس الوقت الروح طبعا. اشتغلت عليها ازاي؟ المحورين دول اشتغلت ازاي؟ اوكي، طبعا محور الروح ده انا في ناس عملت لنا سبورت فظيع، طبعا كابتن طارق خيري بشكره جدا طبعا، بشكر كوتش داني رئيس قطاع الناشئين والنشئات، وبشكر كابتن مودي الجرحي طبعا. عملنا سبورت ازاي بقى؟ ان انا عندي دلوقتي وكابتن ماجد سلامه طبعا، ما اقدرش انساه برده بالظبط، لان حضرتك اللائحه بتقول ان احنا ممكن نطلع اي عدد ما من الفرق 18 سنه بالظبط كده. وحضرتك عندك في ال 20 بقى نفسها حصل دروب، ناس كانت عندها امتحانات كتير كذا كذا، الاجهز كان فرقه ال 18 مع طبعا النجوم اللي واعدين ان شاء الله طبعا مع فرقتي جايده وتماره، الصراحه كان ليهم دور كبير جدا جدا. تماره ما شاء الله خدت افضل لعيبه في البطوله بالظبط، ربنا يحميهم يا رب. فده بالنسبه للروح، والناس عملت سبورت، والناس ما كانتش بتتاخر عني في اي حاجه الصراحه. اي نعم كانوا بيجوا على الماتشات، بس هم كانوا بيلعبوا في فرقهم تمام. بلس بقى ان فرقه ال 20 الحمد لله على قد ما قدروا، مش هكذب على حضرتك، لان هم برضو كانوا بيتمرنوا على هاف كورت، بيتمرنوا مع كوتش النهارده تاني يوم الكوتش متغير، وبشكر تاني كل الكوتشز اللي مرنوهم. فهو ده اللي كان بعيد شويه عن الموضوع. بعد كده لما الحمد لله توليت المسؤوليه، يعني خلاص البنات اتجمعنا، لا احنا ان شاء الله هنكسب، الموضوع مش بعيد، وابتدينا بقى الشغل الفني الحمد لله بالظبط كده بالظبط. وطبعا عندي يعني في كل بوزيشن الحمد لله عندي 2-3 لعيبه مهمين في كل بوزيشن. اكيد دي حاجه كويسه، بس انت داخل بقى الجمهوريه اكيد انت عليك حسابات تانية، بس عايز اعرفها منك بس بعد ما اتكلم مع جيده. اتفضل. يعني جيده برضو انا عايز اسال برضو، ما ينفعش تبقي معايا ما اتكلمش على الدرجه الاولى؟ طبعا طبعا، انت لعيبه في الدرجه الاولى وكمان لعيبه في 20 سنه، بس انت اصلا درجه اولى يعني. شايفه اللي جاي ايه؟ احنا عندنا بطولتين مهمين جدا، انتوا كلاعبات بص لها ازاي؟ عندنا بطوله الدوري، احنا ما رحناش افريقيا ما شاركناش فيها، عندنا النهارده بطوله السوبر، بدانا اول ماتش مع الزهور، وبعد كده عندنا الكاس. شايفه ازاي داخلين ازاي انتوا كلاعبات او كفرقه على بطولتين زي دول ان احنا لازم نفوز فيهم؟ داخلين ازاي؟ بتفكروا ازاي؟ ايه كده يعني بنفكر ان البطولتين دول بالذات خلاص احنا المرتبط راحت مننا، المرتبط ده بقى ادانا البوش كبير قوي ان احنا ازاي البطولتين الكويسين يعني اللي جايين الكبار اللي جايين هما بجد هما للنادي الاهلي، فاحنا مركزين، اخذنا المنطقه بعد المرتبط، بعد كده خلاص احنا قررنا ان خدنا السوبر المصري من الجزيره كمان فاحنا خلاص حاطين في دماغنا كل واحد نزل التمرينه، هو مركز شايف هو هيعمل ايه، ناقصه ايه. اللعيبه كابتن طارق دايما بيتكلم مع كل واحده، انت ناقصك كذا انت ناقصك كذا، خلاص احنا بقينا نركز مثلا في الماتشات مثلا اللي هي ممكن ما تكونش اقوى حاجه، انا هصلح مثلا كذا بوينت كوتش قال لي عليها، حد غيري هيصلح كذا، فده طبعا هيساعدنا ازاي ان احنا نكسب سوبر كاس، ماتشات هتبقى قويه قوي دي.
بس كل واحد مركز وكلنا يعني تيم واحد، ان احنا هدفنا في الاخر ان البطولتين يبقوا للنادي الاهلي. يعني افهم من كلامك ان خساره المرتبط انتوا خدتوها دافع كبير قوي، ودي حاجه كويسه يعني. دي الفرقه البطل لازم تفكر كده، لازم تفكر انه حتى لو مضروب بظروف صعبه او بعدم توفيق زي ماتش وادي دجله يا كابتن انتوا ما توفقتوش فيه. مفيش فرقه ما بتخسرش بطوله، واحنا السيزون اللي فات اخذنا الخمسه، فمش طبيعي ان احنا هنفضل تو سيزونز من غير دروب، ما الدروب ده اللي هيخلينا الاقوى. وده طبيعي. انت عندك النهارده بطولتين كبار، الدوري والسوبر، بس انا اطمنت النهارده لما انتوا بتتكلموا كفرقه يعني لعبات بالشكل ده، يبقى لا يبقى احنا ان شاء الله جاهزين البطوله دي، ويتبقى التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. طيب هكلمك هسالك سؤالين، اتمرنتي مع كابتن طارق خيري او بتتمرني مع كابتن طارق خيري، بتتمرني كمان مع كابتن محمد. طب اعرف توجيهات كابتن طارق خيري ليكي ايه؟ ايه اللي بيوجهك دايما يقول لك عليه سواء في الديفنس او في الاوفنس؟ واعرف كمان كابتن محمد بيقول لك ايه؟ بس قولي لي الاول، نبتدي بكابتن طارق. ايه اهم ابرز او ابرز النقاط اللي قبل تايم اوت يقولها لك، او قبل المشاركه، او دايما بعد التمرين بيقولها لك، او دايما بيستريس عليها في التمرين؟ ايه النقاط في الدفاع والهجوم؟ هو دايما بيقول لي يعني ان مش لازم السكور، اهم حاجه الديفنس، كمان عشان انا صغيره والفرقه يعني ما شاء الله مليانه ناس نجوم كتير قوي. صحيح. تجيب سكور، بس الاهم الديفنس. وكذا بقى حاجه في التاكتيك بتاعه، مثلا خلي بالك في دروب كذا بتعكس انت مع كذا. حلو. الحاجات دي تكتيك بقى. الحاجات بقى بتاعه الكوتش نفسها ومع كابتن برنسي. أيوة بقى بنحاول بقى نساعد بقى بكل حاجه بالسكور وبالديفنس. دفاع وهجوم بالظبط. هو طبيعي انت نازله من الدرجه الاولى او لعبه معاهم عشان تديهم بوش في كل حاجه، فالاعتماد عليكي. هو الصراحه كان سبورت كبير قوي ليا انا وتماره، ان احنا يعني نبقى قد الثقه، ان احنا خلاص انتوا احنا خدناكوا علشان انتوا اللي هتكسبونا مع الفرقه. هي فرقه بجد اتمرنت وتعبت، وانا اي نعم انا وتمرن نزلنا في الاخر، بس انا عادي لقيتهم مع بعض تيم واحد. هم حتى اللي كانوا بيشرحوا لنا الحاجات اللي الكوتش كان بيديها لهم في التكتيك. طبعا ممكن تكون في ما كناش عارفينهم. بتعملي مثل تمرينه او اتنين بحكم انت بتتعاملي مع الدرجه الاولى، فكانوا بيساعدوكي البنات اللي هم بقى والحاجات دي. ف حاسه يعني ان هم كانوا سبورت. بس اقول لك على حاجه يا جايده، انا مبسوط بكلامي ده لسبب. انت النهارده اكدتي لي نفس حوارنا في الاول او سؤالنا في الاول، انت استفدتي من 20 سؤال. ليه انا مبسوط منك؟ اولا انت بتلعبي في الدرجه الاولى، فكر ان انت محتاجه تساعدي فريقك بالدفاع، ومهم تساعدي فريقك بالالتزام الخططي. حصل ترانسفير بقى تماما، ان انت لعبت مع فريق 20 سنة، مطلوب منك كل حاجه بقى يا باشا، لازم تحط سكور وتجري وتلم. فالنهارده عشان تغير تعمل تعديل لفكرك مع فرقتين مختلفين، دي في الاخر خبرات لجايده طبعًا. هنلاقيها بعد سنه او اتنين، هيبقى الدور اللي عملته مع 20 سنه مطالب تعمله مع الدرجه الاولى. طبعا الفتره دي او القرار ده بامانه، احنا ياما انتقدنا اتحاد السله بامانه، بس ده من القرارات المهمه وقرارات مصريه في رحله كره السله السيدات في مصر. كابتن اجر، حضرتك بطوله الجمهوريه، اكيد بطوله الجمهوريه مش سهله. اكيد وده وضع طبيعي جدا. انت عندك ناديه اسكندريه تخش معاك، خش نادي الترام والاولمبيا، انا عرفت ان هم اقوى فرقتين في الجيل ده، ممكن يخش معاك الاتحاد كمان. سبورتنج ما فيش سن ده بالظبط. بتستعد للبطوله دي ازاي؟ شايف ازاي تقدر تستعد لها؟ وهل اتفرجت على الفرقه الثانيه دي؟ يعني بطوله اسكندريه لسه ما اتلعبتش بالظبط، تستعد ازاي؟ لا، هي بطوله اسكندريه اتلعبت وخلاص، هم ده في الفاينلز خلاص. طب يعني سموحه. بس طبعا مش هكدب على حضرتك، طبعا ما اتفرجتش قوي لاني طبعا كنا لسه مخلصين. طب بالظبط كده، هتبتدي بقى حضرتك تحضر من دلوقتي. تمام. بلس بقى ان هم للاسف برضو لسه ما رجعناش. نعم. فول تيم يعني، علشان بس الامتحانات وكده. طبعا طبيعي بالظبط، بس ان شاء الله لما نرجع في بلان بقى ثانيه مختلفه تماما. ايه بقى هتعمل يعني؟ برضو عايشني معاك كده في بلانك. هل هتعمل التمرين فترتين؟ هل مثلا محتاج تسترس على حاجات معينه في الدفاع؟ هل هتعمل انظم دفاعيه وهجوميه تناسب كل فرقه تلعبها؟ يعني عيشني معاك. طيب طبعا فني ده هننتقل له، بس بعد ما الناس تيجي. واحنا كنا لو مثلا زي ما سمعت حضرتك بتسالهم يعني الكوتش بيعمل لكم سبورت ان انتوا عندكم امتحان او كذا او كذا. طيب احنا لو كنا بنلتزم مثلا 100%، لا احنا هنلتزم 200% علشان نبتدي برضو. بص حضرتك، انا هبتدي اكني لسه داخل النادي الاهلي بالظبط كده، بطوله خلاص يا جماعه. زي ما قلت لهم، انا بعد ما خلصنا عملنا سيركل كده في نص الملعب، يمكن حضرتك برضو هم يقولوا احنا بنات اوعوا تفتكروا ان احنا خلصنا، احنا لسه هنبتدي. نعم. وهو ده الصح، وهو ده اللي المفروض يبقوا عندهم استعداد وجاهزه بالظبط كده. فده بالنسبه بقى للبلان اللي احنا هنحطها ان شاء الله. كل واحده طبعا، انا ما عملتش فتره اعداد مش هكدب على حضرتك يعني، ما لحقتش بالظبط.
فلا احنا النهارده انا الحمد لله حافظ فرقتي كويس قوي. النهارده حد عنده مشكله في الشوتينج، النهارده حد عنده مشكله في الدروب، في الديفنس، اشتغل فردي مع كل واحده بالظبط كده. وعندنا وقت بقى ان شاء الله علشان برضو حضرتك توصل للبيك بتاعك، صح، تخش بقى بطوله الجمهوريه، تحضر ماتشاتك، الفيديو ميتنج، كل الكلام ده، نبتدي بقى نعيش بقى اجواء الجمهوريه فعلا. ويعني ان شاء الله بقى ربنا يكرم والجمهوريه تبقى هنا في القاهره، لان حضرتك عارف برضو اجواء اسكندريه والبنات برضو لسه مش واخدين على الاجواء دي، فالصاله بتبقى مليانه، ودي حاجه بقى بالنسبه للاعيب الباسكت المفروض تبقى مهمة جدا ويلعب جدا. بس احنا لسه مفتقدين ده في ملعب بالظبط، الجماهير ما بتحضرش بس بالظبط. بس لا، هو اسكندريه طبعا لو حضرتك اتفرجت على الفاينلز دلوقتي حتى 14 سنه يعني بالظبط بالظبط كده، فا اجواء سخنه وملتهبه جدا جدا. بس ارجع اقول لك برضو ان شاء الله انت قدها ان شاء الله، وانت راجل بتاع شغل وراجل مجتهد، ربنا يخليك. انا بتفرج عليك في تمرينك وانت راجل مجتهد، وانا عندي ثقه كبيره انه كان اختيار من الاول مظبوط من وجهه نظري. انا مش محتاج يعني تحترم طبعا على الباقي ده، يعني مش عارف ليه اصلا اقول الكلام ده، بس هو يعني انا بقوله لان هو ده الحقيقه، اختيار موفق والنتائج اللي بتتكلم. يعني ربنا يوفقك ان شاء الله في اللي جاي. جاي ده برضو انا عايز يعني اروح معاك النقطه ثانيه او اتجاه تاني، وهو الاسره. النهارده دايما بلاقي بابا وماما معاكي في كل وقت. انا بحضر أكيد. طبعا في التمارين وبشوف قد ايه بابا وماما بيتعبوا معاكي، بيروحوا ويجوا. اخوكي كمان الصغير انت اخ اكبر منك صح ولا اصغر؟ اصغر مني. اصغر الاصغر بس مش اكبر. بيتعبوا معاهم. شايفه دور بابا وماما معاكي ايه؟ ودايما بسال اللعيبه والناشئين والناشئات السؤال ده، شايفه دورهم معاكي ايه؟ دورهم كبير قوي من داي 1، من ساعه ما جت لي الاصابه لحد قبل كده ما كانش ليهم دور. لا اكيد كان دور، بس الاقوى دورهم الاقوى لما جت لي الاصابه. اه لا دور يعني دي اصعب فتره في حياتي. انا بهزر عشان ده الدروب، فهم اللي قدروا ان هم يرجعوني ويديني يدوني الثقه ان انا خلاص النادي الاهلي اختارك ومضيتي، وانا اصلا خلاص يعني انا من صغري كنت بتصعد طبعا. فلما جت خلاص زمان صحيح، فهم قالوا لي ده يعني ده التارجت بتاعك ان انت تثبتي نفسك. بس غير بقى كمان لما دخلنا بقى في العشرين سنه وكده. لا انا عايز اشوف بابا وماما الاول، احنا سيبينا بقى. ايوه ما انا هقول بقى. قولي لي طيب إيه؟ طيب كفايه ان هم اصلا كانوا بياخدوني وودوني ياخدوني من الجامعه يودوني الماتش عشان الحق. تدرسي ميجور ايه؟ لوجيستكس. ما شاء الله صعبه. سبلاي تشين. صعبه برضه. طيب ويعني بيفضلوا معاكي حاضرين تمارينك، سبورت نفسي كبير جدا ليكي. طب بتقولي لهم ايه بقى على الهوا كده؟ لازم تقولي لهم حاجه. اقول لهم ايه؟ ربنا يخليكم ليا، وان شاء الله يعني احاول افرحكم على قد ما اقدر، وتفضلوا دايما مبسوطين مني. طب كلمتين حلوين يا كابتن. اقول كل اب وام طبعا، لان اكيد انت مش هتنجح الا بدور الاسره. انا دايما بسترس على الموضوع ده 100 مره. ايمان الاسره بابنها او بنتها في الرياضه هو ده السبورت الكبير. اكيد اولياء الامور لها دور معاك يا كابتن، يعني برضو شايف دور اولياء الامور ساعات بيكون فوق يعني اتجاه معاكس ساعات في بعض أكيد الاوقات. اكيد شايف الدور ده ايه مهم ازاي، وشايف ازاي اولياء الامور ممكن يساعدوك في مهمتك؟ انا في البدايه هقول لحضرتك ان هم اصلا لولا ان هم اهلوهم ان هم يوصلوا ان هم يجوا التمرين تمام، ما كانش هيبقى يعني لا كان هيبقى جاي بقى مش واكل كويس مش نايم كويس. ما هو ده الدور الاكبر على فكره. الله ينور عليك. يعني احنا بص حضرتك هي احنا بنساعد بعض صح. فهو النهارده لو مقصر في اللي هو بيعمله، وطبعا عمره ما هيقصر لان ده يعني الاب والام طبعاً. يعني خلاص ما فيش حاجه تانية يعني. فبيبتدي هو يمشي معاه خطوه خطوه لغايه ما يوصله لي عندي جوه الكورت. صحيح يعني. جاي جاهز يتقبل بقى بالظبط كده، غير كده مش هتعمل حاجه. وانا بقى يعني لو هو مثلا في حاجه معينه ما يعني هو مثلا جاي النهارده موده مش طب ايه، طب ممكن تشرحي لي؟ لا اصلا انا النهارده والله معلش بابي مش عارف واحنا جايين زعق معانا بتاع مش فلا نقعد نتكلم. لا هو عنده حق في دي، لا هو لازم انت تروحي بالظبط كده. هي بالظبط هي هو كده بالظبط زي ما كابتن حاجة. محمد يعني بشكرك وبامانه انت مشروع يعني مدرب كويس وكوتش كويس. شفتك في شغلك والنهارده لما اتكلمت معاك. ربنا يوفقك كابتن محمد البرنس مدير فني فريق 20 سنه للناشئات. بشكرك نورتيني وشرفتيني والف مليون مبروك. انا اللي بشكر حضرتك والله، وبشكر القناه انهم استضافوني عنده. منور يا كابتن. جايده خالد نجمه الفريق الدرجه الاولى و20 سنه، نورتيني وشرفتيني، ونشوفك متالقه ومنتخب مصر الكبير ان شاء الله. الله ميرسي يا حمد. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده. زي ما حضراتكم شفتوا حجم الجهد المبذول في النادي الاهلي. والحقيقه كان في تعليق قبل بختم بس الحلقه، شفته في احد الصفحات على السوشيال ميديا، قال لك والله يا كابتن هيثم سعيد كل ما نفتح التلفزيون لاقيه بيحتفل بكاس. هو ده النادي الاهلي دايما، كؤوس داخله النادي الاهلي ودايما
النادي الاهلي منظومه ورا بعض بطولات وورا بعض انجازات، ودي اكبر حاجه ممكن بيقدمها النادي الاهلي لمنتخبات مصر كوادر لعيبه واجهزه فنيه ودكاتره وكل شيء. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعه، والى حلقه اخرى من الابطال.